السلام عليكم. سقطرى ليست مجرد قطعة أرض، بل هي صلصال تكويننا وشفرة هويتنا الجامعة المانعة. بهذه الخلاصة كثف المحامي هايل سلام أهمية سقطرى بالنسبة لليمنيين باعتبارها صلصال تكوين الذات اليمنية الحاضرة وروحا يمنية من أول نقش بخط المسند إلى آخر علم جمهوري. سقطرى على صفيح ساخن إذن، خصوصا بعد دخول الأحزاب السياسية وإعلان مساندتها لموقف الحكومة الشرعية، إذا ما استثنينا حزبي الاشتراك والناصري اللذان لم يردا في البيان ولم يصدر تعليق سياسي رسمي منهما بشأن أحداث سقطرى. استمرار احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى وعدم استجابتها لجهود الوساطة لمغادرة قواتها من الجزيرة يجعل ملف سقطرى مفتوحا طالما بقيت المدرعات والدبابات والجنود. بيان الأحزاب الرافض للتواجد الإماراتي في سقطرى والدعم كليا لموقف الحكومة ذكر خطورة احتلال الإمارات لميناء ومطار سقطرى، وحمل السعودية مسؤولية ما تقوم به الإمارات كونها قائدة التحالف. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يتابع مستجدات ملف سقطرى، ونبدأ النقاش في هذه الحلقة بعد مشاهدتنا وإياكم لهذا التقرير. الصوت اليمني رافض للاحتلال العسكري من قبل نظام أبو ظبي ارتفع أكثر وأكثر، ويشهد توسعا من الأوساط الشعبية إلى الأطر السياسية في ظل استمرار احتلال الإمارات للجزيرة وعدم استجابتها لجهود الوساطة بمغادرة قواتها العسكرية أرخبيل سقطرى. الأحزاب السياسية المساندة للشرعية باستثناء الناصري والاشتراكي أعلنت دعمها بشكل واضح لمواقف الحكومة الشرعية، وذكر البيان مخاطر احتلال الإمارات لميناء ومطار سقطرى وما أسماها بإقلاق السكينة العامة في الجزيرة. وبحسب متابعين فإن التحول اللافت في موقف الأحزاب السياسية يمثل نقلة سياسية نوعية في موقف الأحزاب من مسلك الإمارات إحدى دول التحالف، وهذا يعني مغادرة الكيانات السياسية مربع الصمت والمداهنة التي انتهجتها منذ ما عرف بعاصفة الحزم. جدل البيانات هو السائد العام في اللحظة اليمنية الراهنة المتعلقة بملف سقطرى منذ البيان الأول للحكومة الذي كان بمثابة نقل الصراع مع أبو ظبي من تحت الطاولة إلى فوقها، والتبيين للشعب بالمسلك الإماراتي في الجزيرة التي تمثل عمقاً حيوياً للجمهورية اليمنية. بيان الخارجية الإماراتية كان رداً على البيان الحكومي، وكعادة الخطاب الإماراتي لا يخلو من الاستهجان والاستعلاء وتغليف الأمر بالاسطوانة المشروخة وفزاعة الإخوان اللافتة ذاتها التي رفعتها ميليشيا الحوثي لاجتياح البلاد. صلابة الحكومة واستمرارها في أداء عملها من سقطرى نال إعجاب قطاعات شعبية واسعة، وخلق التفافاً وطنياً واسعاً حول موقفها، وساهم في ردم جزء من الفجوات بين الحكومة وبين الجماهير، وخصوصاً بعد أن وضعت الشرعية كل بيضها في سلة التحالف. الرأي العام الدولي هو الآخر بدأ بكشف المخطط الإماراتي في جزيرة سقطرى، فبعد أن أفردت صحيفة الإنديبندنت ملفاً متكاملاً جاء موقف السفير الأمريكي الأسبق في اليمن جيرالد فايرستاين، والذي غرد قائلاً الاحتلال الإماراتي لجزيرة سقطرى مثير للجدل لأنه لا أحد يفهم أسبابه، لا يوجد حوثيون أو قاعدة في سقطرى. القرار الأممي 2216 يحمي سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وهذا ينطبق على الإمارات أيضاً. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر السكايب الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث. أهلاً بك دكتور. مرحبا، حياكم الله دكتور. إذن تابعنا جميعا موقف الأحزاب السياسية والبيان المؤيد لموقف الحكومة بخصوص سقطرى، ما هي أبرز النقاط التي يعني أثارت اهتمامك في هذا البيان؟ البيان كان إيجابي بشكل عام، تطرق للمشكلة لما يلف ويدور كعادة السياسيين، كان بيانا واضحا ولو انه متاخر. كنا بحاجه لهكذا اجماع من القوى السياسيه لتصحيح العلاقه بالتحالف منذ البدايه، وانا قد حذرت من هذا الخلل المزمن حقيقه في علاقات الشرعيه اليمنيه بالتحالف، والذي ادى الى ما ادى اليه، وما سقطرى اليوم الا وقضيتها الا
نتاج طبيعي لهذا الخلل الموجود في علاقة خاصة علاقة الإمارات المتحدة بالحكومة اليمنية. نعم دكتور. طيب الآن يعني كان البيان إلى حد كبير يوصف بأنه صارم، يتحدث بوضوح عن مطالبته بمغادرة القوات الإماراتية فورا. هل هذه نقطة تعتبر منطقية في سياق تسلسل الأحداث، أم أنها أقل من المتوقع، أم أنها أقوى من المتوقع؟ أعتقد أنها منطقية إذا رأينا المشهد السياسي والمشهد مشهد العمليات العسكرية الموجودة في اليمن. فجزيرة سقطرى هي نائية من ناحية المعارك العسكرية، بحيث أنها لا تتواجد فيها قوات حوثية مثلا أو ميليشيات تحاربها الحكومة اليمنية تستدعي قدوم التحالف إليها. لذلك طلب الأحزاب التي وقعت هذا البيان من الناحية المنطقية أعتبره منطقيا جدا، لأن الجزيرة كما قلت هي جزيرة بعيدة عن مشهد العمليات العسكرية، وتزيد الطين بلة وتربك الحكومة اليمنية أكثر مما يجب، بحيث أنها تثنيها عن أداء مهامها الرئيسية هناك في المناطق الأخرى. لذا فأعتقد أن البيان كان بيانا موفقا، أدى إلى وضع النقاط على الحروف في مسألة هذه القضية الشائكة، والتي أعتقد أنها بسبب قلة خبرة الإمارات وقلة خبرة التحالف العربي برمته في التعامل مع مشكلة كبيرة بحجم المشكلة اليمنية. شابه هذا التدخل العسكري الآن في اليمن العديد من التجاوزات والعديد من الأخطاء. أعتقد للإنصاف أن التجربة كانت كبيرة على هذه الدول، الدول لم تحارب قط منفردة أو في خلال تحالفات، إلا إذا كان تحدثنا عن حرب الخليج السابقة والتي أدرتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تكررت الأخطاء وكنا بحاجة لعلاقة تشوبها الصراحة والثقة بين الجهتين. نعم. طيب دكتور، يعني الآن من النقاط التي قالها البيان يتحدث عن تعبير الأحزاب والقوى السياسية عن شكرها للأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يصل إلى نقطة مهمة، يقول إن طلب التدخل في اليمن أرسل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية، وبحكم أن السعودية هي قائدة التحالف العربي فإننا نطالب منها التدخل لوقف كافة الممارسات الإماراتية. هل يفهم من هذا المقطع من البيان أن هناك شبه طلب بخروج الإمارات من هذا التحالف، أم ماذا؟ أنا أقرأ هذا البيان أو هذه الجملة السياسية بأن هناك طريقا مسدودا بين الشرعية اليمنية وبين الإمارات العربية المتحدة. لم تعد هناك أي جدوى لإخفاء ذلك. هناك أنا أتابع ما يكتبه السياسيون الإماراتيون والمثقفون، هناك يذهب البعض منهم إلى اعتبار الرئيس هادي أصلا رئيس غير شرعي، واعتبار رئيس الحكومة اليمنية بن داغر الدكتور بن داغر رئيس أيضا رئيس وزراء غير شرعي. فنحن نتحدث عن خلاف جوهري بشكل مجمل، ولذلك نعم السعودية هي التي تتحمل وزر هذا الخلاف، لأن على الرئيس هادي هو طلب أصلا التدخل من الجانب السعودي، والجانب السعودي هو أتى بهذه الدول الإمارات والسودان وغيرها من الدول بحسب ما نعرف يعني جميعا. لذلك المملكة العربية السعودية الشقيقة الآن تتحمل مسؤولية إعادة العلاقة، إما إلى أن تكون طبيعية بين الإمارات وتضع الأمور في نصابها بين الإمارات الشرعية، أو أن أعتقد أن الحكومة اليمنية قد خلصت إلى أن إخراج الإمارات العربية من المشهد اليمني برمته هو أفضل للإمارات وأفضل لليمن وأفضل للإقليم، لأن الإخوة في الإمارات أصبحوا الآن يربكون المشهد العسكري، يحركونه باتجاهات كما يحلو لهم هنا وهناك، يزايدون حتى في التدخلات العسكرية في مناطق معينة،
وأيضا الآن يربكون الحكومة كما أربكوها في الأحزمة الأمنية في الجنوب في عدن وحضرموت وشبوة وما إلى ذلك، وقصف الألوية الرئاسية وعدم السماح لفخامة الرئيس هادي بالعودة إلى عدن. فاقم فوق كل ذلك الآن الإرباك في سقطرى. فأعتقد أن الإمارات لديها أجندة مختلفة تماما عن الأجندة التي كنا نتصورها بأن هناك تحالف عربي قادم لإنقاذ الشرعية وإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن. طيب دكتور، دعنا نشك معنا في الحوار الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ شفيع. أخي وجيه، وأهلا بك ومشاهدي قناة بلقيس. حياكم الله أستاذ شفيع. إذا بيان وصف من قبل كثيرين بأنه قوي من قبل الأحزاب السياسية يؤيد الحكومة وموقف الشرعية من في خلافها مع دولة الإمارات، كيف أنت تابعت هذا البيان؟ الخلاف اليوم لا نوصفه بهذا الشكل بأنه خلاف بين الشرعية والإمارات، بل هو خلاف بين الإمارات والسيادة الوطنية. الشرعية مجرد ممثل لليمنيين، وهي تمثل هذه السيادة التي يجب الحفاظ عليها من أي انتهاكات تتعرض لها من قبل أي طرف ما. الموقف الأحزاب السياسية هو ينسجم مع موقف غالبية الشعب اليمني الذين عبروا عن رفضهم لهذه الممارسات التي تقوم بها الإمارات من لحظة تواجدها في ضمن التحالف العربي في اليمن، تحالف دعم الشرعية. لكن ما يبدو لي من الوهلة الأولى لتواجد الإمارات، وهذا ما لمس كثير من اليمنيين لديها إمداداتها وأهدافها الخاصة التي عملت عليها من خلال إعاقات عمل الشرعية في كثير من المناطق المحررة، من خلال الممارسات التي تقوم بها والمتمثلة في إنشاء أذرع عسكرية لها تحت مسميات أحزمة ونخب، أيضا والتي تصرف لها الميزانيات والمرتبات خارج إطار الحكومة الشرعية، خارج إطار الدولة. هذا ما حدث منذ اللحظة الأولى لتواجدهم داخل الأراضي اليمنية. موقف الأحزاب السياسية يعني يحسب لهذه الأحزاب السياسية التي انتصرت لذاتها وعبرت عن الموقف السائد في الشارع اليمني الذي يعبر عن حالة الرفض للواقع الجديد الذي يراد فرضه على اليمنيين والقبول به. الإمارات العربية المتحدة للأسف الشديد تستغل الأزمات المحلية بين اليمنيين، تعمل على إعادة هندسة المجتمع، على إعادة هندسة حتى القوى السياسية ذاتها باتجاه إنشاء قوى هزيلة، قوى تؤيد هذا المشروع وتسير في مجاله وتؤيده يعني بشكل جلي وواضح. وهذا ما حدث في كثير من المكونات والهيئات التي أنشأتها الإمارات أو تدعمها الإمارات هنا وهنا. لكن الجميل في الأمر إن حالة الرفض للواقع الجديد الذي يراد فرضه على اليمنيين إنها تجلت منذ لحظات مبكرة. وهذا الجميل، هذه اليمن التي لا يمكن أن تقبل بأي امتهان لموضوع السيادة الذي يعبر عنه في مراحل كثيرة، ليس في سقطرى اليوم فقط، وإنما حدث في عدن وكثير من المناطق الأخرى التي لم يسمح لوزراء الحكومة الشرعية مثلا بالمرور في كثير من النقاط العسكرية التابعة للإمارات، تم إرجاعهم كما حدث مع وزير النقل وكما حدث مع وزير التربية والتعليم. هذه تمثل استفزاز، تمثل حالة من الانتهاك التي لم يقبل بها اليمنيين سواء كانوا في الشرعية أو خارج إطار الشرعية، في الأحزاب أو خارج إطار الأحزاب. اليمنيين برمتهم سيرفضون مثل هذه الممارسات التي تعبر عن أطماع ذاتية للمشروع الإماراتي تتناقض كلية مع أهداف المرفوعة للتحالف العربي، والذي يفترض أيضا من قائدة التحالف العربي المملكة العربية السعودية أن يكون لها تدخل جاد لوضع حد لمثل هذه الممارسات وإعادة الإمارات إلى إعادة صياغة العلاقات ما بين الإمارات والشرعية، ما بين الإمارات واليمنيين في إطار الأهداف المعلن عنها للتحالف العربي. طيب يعني في هذا الصدد، ما هو المتوقع الآن من قبل الشرعية؟ أتحدث عن الرئاسة تحديدا، باعتبار أن هناك بيان من الحكومة، هناك بيان أيضا من الأحزاب الداعمة للشرعية، وإن كانت ليست جميع الأحزاب باعتبار أن الاشتراكي والناصري لم يذكرا في هذا البيان. بقي كثيرون يتساءلون ما هو المتوقع من الشرعية. برأيك أنت، ما الذي يمكن للرئيس هادي فعله بهذا الصدد؟ أو ما الذي يتوجب عليه بالأصح؟ أي محاولة للانتقاص من حالة الرفض الجماهيري الموجودة لهذه الممارسات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمعبر عنها منذ وقت مبكر في تصريحات كثير من الوزراء، في تصريحات سابقة لرئيس الحكومة بعد أحداث معاشيق في يناير الماضي، وما تلاها من بيان الحكومة مؤخرا ثم القوى السياسية اليمنية، أي محاولة لإصدار أو لإعلان موقف مقاير لما هو معلن ومعبر عنه من قبل الجماهير اليمنية
سيصدم بالواقع، سيصدم بالأرضية الصلبة للجماهير. لكن في تقديري الشخصي أن الحكومة اليمنية ممثلة أو الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي لن تكون إلا في إطار التحدي الموجود، لن تكون إلا في إطار الحفاظ على السيادة ومشروع السيادة. نعم في تحالف عربي جاء بناء على طلب من فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هادي، لكن هذا التحالف افترض أنه يأتي في سياق الأهداف التي طلب منه تدخل من أجلها والتي أعلن عنها والمتمثلة في إعادة الشرعية، ده تحالف دعم الشرعية. لكن ما يحدث اليوم يناقض هذا، وموقف الرئيس هادي ومستشار الهيئة الاستشارية الرئيس هادي التي من المتوقع أن يتم عقد اجتماع في القد، أتوقع أن يكون الموقف في يتماشى كليا مع الموقف الرافض للحالة الراهنة التي يراد فرضها على الشعب اليمني، والتي تنتقص ليس من سيادته فقط وإنما تنال من كرامته. أشكرك إذن وكيل وزارة الشباب والرياضة أستاذ شفيع العبد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك دكتور أحمد، يعني التعليق على ما ذكره الأستاذ شفيع، ويعني بالالتفات إلى نقطة أنه ليست جميع الأحزاب تم يعني ذكرت في هذا البيان أو أوجدت موقفها المتفق مع هذا البيان. هناك حزبين هما الناصري والاشتراكي، ومواقع التواصل الاجتماعي الجدل فيها كبير حول سبب غياب اسميهما. برأيك ما هو الموقف؟ لماذا غاب اسمي الاشتراكي والناصري في هذا البيان؟ أعتقد برأيي الشخصي أن هناك العلاقة بين اليسار في اليمن وبين الإسلاميين بالذات، التجمع اليمني للإصلاح والناصري، ولا كعلاقة بني أميمة وبني هاشم في قريش. إذا ذهب هذا طرفا ذهب الآخر إلى طرف مناقض. فأعتقد أن اليسار في اليمن بحاجة لمراجعة الذات، مراجعة حقيقية يفرق بين المكايدات الحزبية والقضايا الوطنية الكبرى كالحاصل الآن. أنا تابعت بيان الحزب الناصري يتحدث عن انتقاد للشرعية، أن هناك لا توجد شراكة حقيقية وأن هناك فساد، وأنا أتابع الحزب الناصري مثلا ممثل في الحكومة. كنت سأتفهم لو كان الحزب سحب أحزابه معترضا قبل ذلك على فساد أو أداء الحكومة الركيك ثم يتقدم بمبادرة وما إلى ذلك، لكن أن يكون ضمن الحكومة اليمنية ويشتم الحكومة بأنها فاسدة وفاشلة، فهذه جمل سياسية لا تحدث إلا في اليمن حقيقة. فنحن أعتقد أن هناك مكايدات، وأعتقد أن هناك نظرة قاصرة من اليسار في اليمن لما يحدث في الساحة الآن، لاعتبار أن تقوية بعض الأحزاب علاقاتها بالإمارات سيقوي من شوكتها في الداخل. فأعتقد أن هذا رهان خاسر. نحترم آراء الأحزاب الأخرى، ليس عيبا أن نجد حزب أو حزبين أو ثلاثة لها أفكار أو طروحات مغايرة، لكن أنا مأخذي هنا أن هناك القضايا الكبرى يجب أن نجمع عليها. هناك قضايا سيادية، قضايا كرامة وطن، قضايا تجزئة، قضايا أخذ أو مصادرة التراب الوطني. هنا لا مجال حقيقة للمزايدات السياسية والآراء المتعددة. يجب أن نختلف في الشأن الداخلي اليمني في إيجاد سياسات أكثر نجاحا، أكثر إيجابية داخل الحكومة اليمنية وداخل الإدارة اليمنية في الداخل، ولكن في العلاقة مع الخارج يجب أن تكون علاقتنا واحدة، خاصة أن هذه الأحزاب أصلا ممثلة في كما قلت في الحكومة التي يديرها الدكتور بن دغر. فأرجو أن تعيد هذه الأحزاب حساباتها في القريب العاجل. طيب ألا يمكن أن تكون، يعني حتى نناقش هذه النقطة بشكل أكبر، ألا يمكن أن تكون هناك نوع من الصحة في السكوت في هذا الوقت في سياق أن دولة الإمارات هي الدولة اليد اليمنى في التحالف للسعودية، هناك قوات إماراتية على الأرض هي من تحمي الكثير من المناطق في مأرب، صواريخ بطاريات باتريوت هي من تدعم المقاومة في أماكن أخرى. هل تمثل هذه النقاط ثغرة أو سببا أو مبررا حتى لمثل هكذا مواقف؟ بوجهة نظري الشخصية تقول أن العلاقات الندية أحيانا تفرض علينا أن نقول لا في مواقف معينة.
الأشقاء في الإمارات هم أشقاء، هم إخواننا، ويجب أن نقول لهم حتى على مستوى العائلة، عندما يتجاوز أخ داخل ضمن أو ضمن الأسرة الواحدة يجب أن نقول له أنت تجاوز. هناك تجاوز من الإمارات العربية كما قلت، والسبب هو أن هذه الدولة ليست لها خبرة عسكرية في هذا، تتعامل بمشكلة كما هي في اليمن. هي الدولة الإمارات هي كلها كمحافظة يمنية، وجدت نفسها أمام معترك كبير في اليمن، فخلطت الخطوط الحمراء مع الصفراء مع الزرقاء باتجاهات متعددة. الآن يجب أن نقول للإمارات، للأشقاء في الإمارات، حديث صريح: أنتم هنا تجاوزتم مسألة السيادة اليمنية. نحن نرحب بشراكة مستقبلية مع الإمارات، نحن في إقليم واحد، نحن دول عربية تنتمي لإقليم الجزيرة العربية وأشقاء في الأخير، وبالتالي يجب أن سيادة اليمن هي تقوي سيادة الإمارات، والعلاقات القوية مع اليمن هي علاقات لمصلحة الإمارات. وجود سلطة قوية في اليمن هي لمصلحة الإمارات ومصلحة الإقليم برمته، وبالتالي يجب أن تخرج من السلطة اليمنية ومن الشعب اليمني برمته بكافة مكوناته رسالة واضحة للإمارات كشقيق أصغر لنا، نقول له أنت تجاوزت هنا ويجب إعادة تصليح المسار، وهذا ليس عيبا. طيب، يعني بالحديث عن ذلك والحديث عن الإمارات، بيان وزارة الخارجية الإماراتية يتحدث كان على نوع من تضخيم المسألة وإدارتها من قبل الإخوان، تحديد أن هناك يعني وجود أساساً جهود إماراتية في سقطرة تتوجت بافتتاحها من قبل بن دغر. هل هذه المبررات منطقية في سياق الحديث عن ما يجري في سقطرى أيضا؟ دعني أتحدث بصراحة، أنا أتابع شأن سقطرى تقريبا منذ 2015 وقبل ذلك. الإمارات العربية المتحدة عينها على سقطرى، هي تقوم بتغيير إلى حد كبير التركيبة السكانية، تحاول أقامت شركات اتصالات في سقطرى بدون علم الحكومة اليمنية، وتشغل رحلات جوية إلى سقطرى، بمعنى أنها تعاملت مع الجزيرة وكأنها أرض من أراضي الإمارات المتحدة. هناك أنا تابعت صحفيين بريطانيين ذهبوا إلى تلك الجزيرة، وتابعت أيضا خبراء يمنيين بين الحين والآخر، وأعطوني بيانات مخيفة جدا لما تفعله الإمارات في داخل الجزيرة. مستغلة الحرب الداخلية الموجودة الآن في الداخل، قامت بأمور كثيرة بدون علم الحكومة اليمنية، هنا تكمن الخطورة. لذلك أعتقد أن مسألة الجزيرة هي مسألة أكبر من قضية الاستيلاء على مطار أو على ميناء، القضية استيلاء على سيادة الجزيرة، بمعنى أنها هي صارت، الإمارات المتحدة هي صارت ذات اليد العليا في جزيرة سقطرى، والحكومة اليمنية هي مجرد يعني ضيوف هناك في الجزيرة أصبحوا، وبالتالي هذا أمر غير مقبول. خاصة أن الجزيرة كما قلت في البداية لا تعاني من احتلال ميليشيات لها، ولا تواجد للحوثيين ولا غيرهم. ما الداعي للذهاب كما قال السفير، كما قالت الاندبندنت، وكما قال السفير الأمريكي وكما السابق. هناك رأي دولي الآن يحاول يسأل لماذا الإمارات تقوم بهذا الإجراء في الجزيرة، خاصة أن هذه الجزيرة ليست جزيرة عادية، هذه الجزيرة إرث إنساني، تعتبر لديها طيور وحيوانات نادرة، ولديها بيئة وغطاء نباتي نادر على مستوى العالم، مصنفة ضمن قائمة التراث الإنساني في اليونسكو، وبالتالي العالم كله مهتم بجزيرة سقطرى، ليس فقط اليمنيين. لذلك أن تقوم الإمارات بإجراءات خرسانية هنا وبناء هنا، وهي تمتلك أي خبرة في التعامل مع الغطاء النباتي الفريد، وأعتقد أنه نوع من الخطورة في التعامل مع الواقع الفريد لجزيرة سقطرى. نعم. طيب دكتور، يعني دعنا نشرك معنا أو أرحب بمن تنضم إلينا، الأستاذة نجلاء نعمان الناشطة السياسية، لكن قبل أن نشركها معنا في الحوار نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بضيوفي الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، وكذلك من انضمت إلينا الآن الناشطة السياسية الأستاذة نجلاء نعمان. أهلا بك أستاذة نجلاء. إذن أحداث مستمرة في سقطرى، الحكومة تزور سقطرى تفتتح مشاريع، كذلك يحدث المشكلة من قبل القوات الإماراتية، يحدث بيان للحكومة ثم بيان للخارجية الإماراتية وأخيرا بيان الأحزاب، كيف تتابعين مجمل هذه الأحداث؟ بداية أحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام. أود أولا أن أبين أن الدفاع عن يمنية جزيرة سقطرى اليوم يخدم استراتيجية الإمارات من حيث لا ندري، ذلك أن الجزيرة يمنية حتى من قبل أن يلحقها الحميريون بالجغرافيا الوطنية لمملكتهم في القرن الرابع الميلادي، بالتالي مسألة يمنية الجزيرة أمر مفروغ منه تماما، فضلا عن كونه موثق في المحافل الدولية. يعني نحن لسنا بحاجة إلى إثبات أن جزيرة سقطرى يمنية. ثاني شيء، دعني أطمئنك أنه الجزيرة قادرة على النهوض بعبء الدفاع عن نفسها وعن يمنيتها، لأنه تاريخها القديم والقريب مليء جدا بالمآثر اللي سطرتها من حيث الدفاع عن نفسها في وجه الاحتلال البرتغالي، كان ذلك في القرن السادس عشر، مرورا بالاحتلال البريطاني في القرن التاسع عشر، وانتهاء بالهبة الأخيرة في الجزيرة اليوم في وجه القوات الإماراتية. وصدقني الهبة هذه مجرد بروفة أولية إن جاز لنا القول إنه فيما يمكن أن تفعل الجزيرة مستقبلا، وذلك في مراغمتها لشياطين الإمارات. أما بالنسبة لبيان الأحزاب، للأسف الشديد موقف الأحزاب والشرعية لم يرتقي حتى الآن إلى مستوى التحدي المفروض علينا، لأنه الملاحظ أن الأحزاب السياسية مستمرة في توجيه الشكر للتحالف، وبيان الحكومة كذلك تضمن إشارة إلى مسؤولية الجميع في إيجاد حل. يعني هذه العبارة هذا ما ورد سابق، كله عبارة عن إقرارات ضمنية بما حدث ويحدث، حتى وإن بدا لنا لأنفسنا أننا لا نوافق على ما حدث ويحدث، إلا أننا في المقابل لا نملك الطريقة الصحيحة للتعبير عن رفضنا لهذا. وأظن هذا هو ما يغري الإمارات في تغولاتها علينا، ويغري السعودية في دخولها كطرف وسيط. ولك أن تراجع تصريح الناطق باسم الأمم المتحدة، أشار أنه لم يتلقى أي شكوى من أي طرف، وحين لا تتلقى الأمم المتحدة شكاوي من أي طرف في أي أزمة لا تستطيع أن تتبنى مواقف. وصدقني نحن نسرق الوقت ونسوف بحقوقنا، وأظن أن الأوان قد آن للأحزاب المؤيدة للشرعية والوزير الخارجية والرئيس الوزراء وللرئيس هادي نفسه أن يضعوا حل لهذه المشكلة، لأنه سيتسع الخرق على الراتق، ومسألة السيادة والكرامة الوطنية بحاجة إلى مواقف صلبة متماسكة غير مهزوزة، وإلا فنحن حقيقة نحن نسوف بكل شيء وليس بجزيرة سقطرى فقط. وأظن أن الرئيس هادي طال صمته ويجب عليه أن يتكلم. استمرار هذا الصمت معناه أن نقرأ على اليمن السلام. طيب أستاذ، يعني ما هو الممكن أن يصرح به الرئيس هادي؟ ما هي الخطوة الممكنة من قبل الشرعية لردع الإمارات، خاصة باعتبار أن الحكومة الشرعية في إطار وخضم معركة أمام الإنقلابيين، التي يؤكد مرارا وتكرارا المتحدثون باسم الشرعية أنها هي المعركة الأساسية الآن بالنسبة لجميع اليمنيين؟ الكلام الواضح الصريح لا بد من أن يقال، لأن الموقف لا يحتمل أي مجاملات أو مواربة. السعودية هي من تحالفت مع اليمن، وهي من طلب الرئيس هادي مساعدتها. السعودية هي من أدخلت الإمارات من ضمن التحالف. إذن يجب أن تسمى الأمور بمسمياتها الحقيقية، وأن تحمل الأطراف المسؤولية كاملة، سواء كان الطرف السعودي أو الطرف الإماراتي.
طيب هناك يعني سخط شعبي ضد ممارسات الإمارات كما هو واضح، ويظهر من شرائح المجتمع من كافة توجهاتهم وتنوعهم. في المقابل ما يجري الحديث عليه في وسائل الإعلام الإماراتية وأيضا ربما إعلام بعض الأحزاب والمكونات السياسية أنه هذه نوع من الحملة التي يتزعمها حزب الإصلاح، يتزعمها الإخوان، ربما تمولها قطر كذلك، هل هذا النوع من اختزال الهبة الشعبية، الغضب الجماهيري، نوع من الاحتواء؟ ما هي الأهداف برأيك من كل ذلك؟ أرى أنه اختصار الأزمة في إقحام الإخوان المسلمين ضرورية بالنسبة للإمارات حتى تخلق ذرائع لأدوات الداخل التي تصطف وتتواضع معها في تضليل الوعي وتضليل الحقيقة. نرى ما حدث في مصر، ما حدث في مصر انتهى إلى تسليم جزيرتين للسعودية بموافقة السلطة واعتراض مكونات الشعب المصري خصوصا التيارات اليسارية، بينما في اليمن ترفض السلطة التسليم بتوجهات السياسة الإماراتية في اليمن وتقبل هذه التوجهات أحزاب اليسار. في الخلاصة، لو لم يكن للإمارات أدوات في الداخل لما تجرأت على فعل شيء. ثقتي كبيرة بانتصار الحق على زيف أولاد زائد مهما تمالى على هذا الحق من عملاء وخونة في الداخل. المهم أن ينطق هادي وينطق بشكل صريح وواضح، وإلا فلا إمكانية لانتصار الحق. وبالنسبة للسخط الشعبي ضد ممارسات الإمارات، ظهر من قبل شرائح المجتمع اليمني مختلف تنوعاتها، ومع هذا نرى الإعلام الإماراتي وإعلام بعض الأحزاب والمكونات السياسية يرن هذه الحملة إصلاحية ويتزعمها حزب الإصلاح. وفي الأخير، في الأخير سينتصر، سينتصر الحق على أولاد زايد مهما تمالى، مهما تمالى العملاء على هذا الحق. في نقطة يعني ممكن أكون سأطيل فيها نوعا ما، هي موقف الإمارات المتعنت في الجزيرة. بداية عندما نتحدث عن الإمارات، نحن نتحدث بالضرورة عن حارة صغيرة في جغرافيا الجزيرة العربية اسمها أبو ظبي. هذه الإمارة كان النجاح الكبير يعود للبترول، ومن خلاله أحكمت سيطرتها على باقي الإمارات المكونة للدولة، دولة حديثة عهد. يا سيدي، ظلت إمارة أبوظبي لأكثر من 30 سنة تبحث عن النفط وتجتهد في سعيها. والمعروف عنها قبل هذا أنها كانت عبارة عن تجمع عشائري ما يربط بينه سوى التقطع والقرصنة على السفن، وهذه كانت هي طريقة إشباع جوعها. وعندما اكتشفت البترول في العقد الخامس من القرن المنصرم، وجدت فرصة لا تعوض للعيش بكرامة والشعور بآدميتها، لأن الصفة البارزة في شعور أبنائها قبل هذا وأنهم حيوانات تمشي على قدمين وتنام كيفما اتفق وتأكل كيفما اتفق. وعندما سقطت الثروة سقطت بيد سفهاء القوم. يعني أيضا من أولاد أيضا أستاذ أنجلاء، أيضا أرجو أن يعني ربما قد يعني تكون المواقف الصادرة من قبل هكذا حكومات هي مواقف تمس السيادة الوطنية، لكن ربما لا يمكن التعميم بما تفضلت به على جميع من يقطن هذه المناطق. لا أعمم على الجميع، أنا أعمم على سفهاء القوم من سقطت بيدهم الثروة وهم أبناء زايد. لأنه الملاحظ أنه ما يقومون به هو ما يفعله أي سفيه عندما يسقط بيده المال، أنه كيف يثبت لنفسه أنه يعني أصبح يعيش هذه الحياة وأنه أصبح صاحب قوة وصاحب نفوذ. عليه أن يختبر حقيقة هذا الثراء. كيف يختبر حقيقة هذا الثراء؟ تسليط جبروت على الشعوب الفقيرة. أما تلك الغنية لا يستطيع أن يثبت جبروته عليها، سواء الشعوب الغنية أو القوية لا قبل له بها. لأنه الحاصل أنه نراهم تركوا جزرهم لإيران تسرح وتنبح بها ويسعوا الاستيلاء على موانئ وجزر الغير تحت ذريعة الاستثمار أو بمعنى أصح الاستحمار. وضحت هذه النقطة أستاذة نجلاء نعمان الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لتواجدك معنا ويعني ما تحفظنا على بعض ما تفضلت به. أعود إلى الدكتور أحمد الدبعي. دكتور، يعني الحديث حول
ما تقوم به الإمارات في سقطرى تجاوز الأطر المحلية، يعني أشرت أنت إلى تقارير الاندبندنت وغيرها، واشنطن بوست كذلك ربما. هذا حديث أيضا للسفير الأمريكي السابق جيرال فايرستاين يصف ما تفعله الإمارات في سقطرى بالاحتلال. هل من المنتظر، يعني ألن تتحرك الدول الخارجية بشكل رسمي، أتحدث إلا بتحرك الحكومة الشرعية بمطالب مثلا من الأمم المتحدة، أم أنه يكفي الآن في هذه الفترة التعويل على هكذا نوع من التصريحات بالنسبة للدبلوماسيين السابقين أو السفراء أو ما شابه؟ أعتقد أنه من المنطق أن المجتمع الدولي لن يتحرك إلا إذا كان هناك الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس هادي تطلب أو ترسل رسالة للأمم المتحدة تبين ما يجري في سقطرى، شكوى رسمية وما إلى ذلك. نحن لا نتمنى أن نصل لهذه المرحلة للأسف، لكن يبدو أن الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية يبدو أن هناك اتفاق ضمني لإقناع الحكومة اليمنية بنسيان الجزيرة في الوقت الراهن أو ما إلى ذلك، أو الضغط على الحكومة اليمنية. وهنا أحب أن أبين نقطة هامة، طالما والحكومة أو الرئاسة اليمنية متواجدة في الرياض فأنا أرى أن السيادة اليمنية منقوصة. لا يمكن أن نتحدث كسياسي كمحلل هنا أو أكاديمي عن سيادة كاملة ورئيس الجمهورية اليمنية قابع في قصور الرياض. هذا من المغالطة حقيقة، لأن هناك نحن نعرف سيتم الضغط عليه شخصيا، سيتم الرجل لا يمتلك قرار العودة للبلد إلا بإذن التحالف. ضروري هذه المعادلة تتغير حتى نتحدث عن سيادة كاملة، لأن الآن المملكة العربية السعودية بدلا من الحديث مع الإمارات المتحدة بجرأة كبيرة تجبرها على الخروج من مشهد سقطرى، هي تقوم بالضغط على هذه لنسيان الأمور. لاحظتنا قبل يوم الحديث عن إلغاء الرئيس هادي لاجتماع بمستشاريه بسبب ضغوط سعودية. أتمنى أن لا تستمر هذه الضغوط، ولكن ما أتمناه الآن كما قلت هو خروج القيادة اليمنية من العودة لليمن من المهجر، لأن الأمور طالت عن حدها. لا يمكن تبرير أن البلد كما يقال 85% من أراضي الجمهورية اليمنية محررة ورئيس الجمهورية في الرياض. هذا كلام مغالطات حقيقة، يعني يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها حتى نتحدث عن سيادة يمنية مكتملة لتقوم الحكومة بواجباتها بالنسبة لما يجري في سقطرى أو خارج سقطرى. طيب، يعني من خلال التصريحات للمسؤولين المقربين أو ربما يعني محللين مقربين من دوائر صنع القرار في الإمارات، كان هناك حديث على أن ما تقوم به الإمارات يأتي بعلم من المملكة العربية السعودية، يأتي بعلم من بريطانيا، يأتي بعلم من الولايات المتحدة الأمريكية. بتقديرك دكتور، هل تتحرك الإمارات في مثل هكذا، يعني في سقطرى كمشكلة اليوم أو حادثة اليوم التي نتحدث عنها، بموافقة أم بصمت دولي؟ للأمانة هناك المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة والقوى الكبرى خذلوا المجتمع اليمني، حولوا القضية اليمنية إلى قضية منسية تماماً. ما يجري في اليمن كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، ومع ذلك حضور هذه الكارثة الإنسانية في الإعلام، في العالمي، في الذهن المجتمع الدولي لا يرقى لمستوى هذه الكارثة. أعطي التحالف مساحات شاسعة أكبر مما يجب، وهو تحالف لا يملك الخبرة، تحالف بدوي من النوع الذي يعطيك سيفه بيمينه لتستأجره مقابل أن تعطيه نصف القبيلة. نحن أمام يعني تحالف لم يتمكن أو ليس لديه خبرات متراكمة في حل المشاكل الكبرى المعقدة كالمشكلة اليمنية. انسحبت القوى الدولية كبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتركت المجال لأنها تستفيد الآن من صفقات السلاح التي تتجه للحرب في اليمن، تستفيد من هذه المعركة التي أصبحت موردا رئيسيا لمصانع الأسلحة في الغرب. أشكرك إذن دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة عبر السكايب.
أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن، الناشط السياسي والحقوق السعودي الأستاذ يحيى عسيري. أهلا بك أستاذ يحيى. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. إذن أستاذ يحيى، توتر بين الحكومة اليمنية والدولة الإمارات في سقطرى، اليوم بيان للأحزاب السياسية اليمنية يرفض ممارسات الإمارات، يقول أن ما حدث في سقطرى احتلال الميناء والمطار، كيف تتابع جملة هذه الأمور؟ الإشكال من وجهة نظري أنه يكمن في التفويض الذي حصلت عليه السعودية ومحكمة التحالف. السلطات السعودية لا تقوم بواجبها في اليمن، واتضح حاليا أن السعودية أخفقت إخفاق كبير في اليمن، ليس عسكريا فقط بل أيضا سياسيا. فما يحصل حاليا من قبل دولة الإمارات وهي جزء من التحالف الذي تقوده السعودية، عجزت السعودية عن حل هذه المشكلة، أرسلت لجنة للنظر في القضية، وكانت اللجنة مشكلة مع شديد الأسف من مجموعة من الضباط، لم تكن لجنة يعني ترقى إلى مستوى الحدث. أيضا اللجنة لم تستطع أن تتوصل إلى حل حقيقي للأزمة. فمن وجهة نظري أنه التحالف أخفق إخفاق كبير، ولا يوجد حل للمشكل اليمني إلا بالجلوس الفرقاء وخروج قوات التحالف من المنطقة. لكن كيف يمكن أن يعني هذا ما تتفضل بالحديث عنه قد يؤثر بشكل كبير على المعركة ضد الانقلابيين في اليمن، وهي أساس الإشكالية التي تتحدث عليها الحكومة الشرعية دوما؟ الإشكال في اليمن هو يعني كان من قبل الانقلاب، بدأ الإشكال في اليمن منذ أن تدخلت دول الخليج لإفشال الثورة اليمنية. كانت الثورة اليمنية يعني تأخذ خطواتها نحو دولة حقوق ومؤسسات ودولة ديمقراطية. تدخلت دول الخليج وفرضت عليها نائب الرئيس الذي أصبح فيما بعد يدعونه يعني بالشرعية. للأسف لم يتم التوافق اليمني حوله وحصل الانقلاب. وعندما حصل الانقلاب لم تكن السعودية أيضا بمنأى عن ذلك الانقلاب، بل كانت داعمة له في بداياته، لكنها لم تتوقع أن يتوسع الحوثيون وأن يتقدموا وأن يتجاوزوا عمران وأن يتجهوا إلى صنعاء. بعد أشارت السعودية بالخطر الحوثي فتدخلت عسكريا دون أن تحاول أو دون أن تسعى بالقدر الكافي لدفع اليمنيين نحو المفاوضات أو نحو خيار ديمقراطي، لأنها لا تقبل بالديمقراطية. السعودية التي لم تقبل بحلول سلمية ولا بحلول ديمقراطية في داخل السعودية نفسها وجرت الويلات على المجتمع السعودي، هي أيضا لم تقبلها على دول الجوار، ولذلك هي مع إيران يتعاركون حاليا على رأس اليمنيين، ودمرت اليمن مع شديد الأسف. لا يوجد حل إلا أن يخرج قوات التحالف وأن يتصالح اليمنيون فيما بينهم. في الأخير الحوثيين مهما ارتكبوا من جرائم مكون يمني، ولكن السعودية تبقى دولة غريبة والإمارات دولة غريبة وإيران دولة غريبة وجميعهم لهم أطماع. ثبت مدى اليمنيين أن الجميع ليس نزيها. وضحت هذه النقطة، لكن في نقطة أخرى وأريد رأيك فيها أستاذ يحيى. دوما هناك حديث حول مسؤولية ما يقوم به التحالف في اليمن، هناك من يطرح على أن دولة الإمارات تتحرك بمنأى عن المملكة العربية السعودية، آخرون يقولون أن ما تقوم به الإمارات من أي تصرفات لن يكون بمعزل عن موافقة السعودية أو على الأقل صمتها في ذلك. ما هو يعني حقيقة الأمر من وجهة نظرك؟ كتحليل من وجهة نظري أنه أصبح واضح أنه هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر في اليمن بين الإمارات والسعودية، وأن السعودية دخلت بدون مشروع حقيقي. مجرد أن دخول السعودية يعني كان يعني قفزة في الهواء، واتضح أيضا أن السعودية يعني لا تملك مشروع حقيقي ولا تعلم ما الذي تريده بالضبط، بينما الإمارات لديها مشروع وهي تسير وفق هذا المشروع بخطى ثابتة وواضحة وجريئة وصريحة. الإمارات تريد أن تقسم اليمن وهذا واضح. الإمارات تريد أن تستولي على عدد من المواني، على يعني عدد من الأراضي، كما تفعل هي. الإمارات اتضح أنها لا تقدم أي دعم مجاني، وكما تفعل هي في الصومال حاليا، والإشكال في الصومال حصل نفس الإشكال يحصل الآن في سقطرى. فهذه المشكلة ربما تكون الفشة التي إما أنها توضح العلاقة الحقيقية بين السعودية والإمارات وتفتح العلاقات أو الملفات الشائكة التي تضعها السعودية والإمارات في الأدراج حاليا، وإما أن تتنازل السعودية عن موقفها وتنصاع للإمارات، لأنه واضح بشكل جلي أن الإمارات لن تتنازل بشكل يعني سلس عن أطماعها، ولن تتنازل ولن تنسحب ولن تأخذ قواتها من سقطرى بطريقة يعني محترمة ولائقة ودبلوماسية.
السعودية تمضي نحو تحقيق أهدافها بشكل فج. انصمتت السعودية في هذا، يعني أنا أرى أنه معيب جدا على القيادة السعودية التي ربما لم تعد تفكر في العيد كثيرا، وإن يعني توترت العلاقة مع الإمارات فربما تفتح ملفات أخرى كثيرة وهي شائكة بين السعودية والإمارات. أشكرك أستاذ يحيى عسيري الناشط السياسي والحقوقي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف، كما والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي والزملاء أسامة عادل ومحمد المقبلي وجميع أفراد الطاقم الفني، في أمان الله.